اتبسط الفني على قد ما جوازاته كتير على قد ما كل السناجل فيه كتير جدا وكلهم زي القمر، بس الجواز اسمه نصيب، وده اللي قالته النجمه مي عز الدين وكمان النجمه منى شلبي ونرمين الفقي وكمان الفنان السوري علي سكر اللي بكى في مره عشان نفسه يكون اب بس مش لاقي بنت الحلال. حلمي يكون عندي بنت ونفسي يكون عندي عيلة ومش عارف ازاي هعمل ده وانا عندي 40 سنة، جملة قالها الفنان السوري علي سكر وهو بيبكي لانه مش لاقي بنت الحلال اللي تفهم شخصيته ويتجوزها ويكون اب لبنته. علي قال كمان انه بيحب البيت والعيلة ومش من النوع اللي بيحب السهر ولا الخروجات، ورغم ده مش قادر يحققه في حياته الشخصية. كل اللي ارتبط بيهم ما كانوش رجالة بيتحملوا المسؤولية، ده السر اللي فسرت بيه نرمين الفقي تأخر جوازها لحد دلوقتي رغم انها كسرت ال50 من عمرها، وقالت انها لسه مستنيه الزوج المناسب اللي يفهم طباعها وطبيعه شغلها. وكمان نرمين قالت انا اتقدم لي خطاب كتير اغلبهم كانوا بيقولوا انهم ما بيحبوني بس في النتيجه ما حدش فيهم عرف يحبني زي ما انا عايزه. وقالت كمان ان مامتها من كتر حبها فيها كانت بتطرد الخطاب ومش اي حد يعجبها، ماما كانت بتطلع القطط الفطسانه في اللي بيتقدموا لي. نرمين كمان قالت ان المسؤوليه اللي اتحملتها في صغرها وانها عاشت حياتها راجل ده كله غير في شخصيتها وخلت هتعرف تفرق ما بين الناس، وكمان خلت الناس تعتقد ان انا ليا متطلبات مادية كتير لكني في الحقيقة عايزة راجل حنين، ولما فتحت الباب اتأذيت من الناس. مش هتلحقي تخلفي، دي اكتر جملة بتزعجني وتخوفني، جملة قالتها منى شلبي وهي بتشتكي من انتقادات الناس ليها انها ما اتجوزتش بعد ما كسرت الـ40، ورغم انها ارق واجمل بنات الوسط الفني من اسرة فنية معجونة بالفن. منى ردت على اسئلة الناس ليها على تأخر جوازها وقالت اي بنت في الدنيا نفسها تتجوز وتبقى ام، بس لو ده اتأخر او ما حصلش مش ذنبها ومش في ايديها تعمل حاجة، مريت بتجارب لكنها ما بتنجحش لسبب ما، ومفيش بنت ما نفسهاش تتجوز. ده الكلام اللي بترد رد بيه الفنانة مي عز الدين لما بتتسأل انتي ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي رغم انك كسرتي الـ40، ورغم انها بتتمتع بقدر كبير جدا من الجمال والرقة وكمان الشهرة والمال، لكنها في النهاية بتتصدر قائمة اشهر عازبات الوسط الفني. مي اتخطبت مرة واحدة زمان للاعب الكرة المعتزل محمد زيدان، لكن الخطوبة ما استمرتش غير شهور قليلة جدا واعلن الطرفين انفصالهم رغم انهم عاشوا قصة حب وقتها، وده اللي خلى مي تقول انها مستحيل تتجوز الا عن حب، اللي لو ملقيتهوش مش هتتجوز لمجرد انها تهرب من شبح العنوسه وخلاص. ده غير كمان الشائعات اللي كانت بتتقال عن ارتباطها زمان بالمخرج السينمائي خالد يوسف، ومش بس كده، الشائعات ما سابتش مي عز الدين نهائي، مره تقال انها اتجوزت تامر حسني وامير كراره، ومره تقال انها عايشه قصه حب ولا في الخيال مع احمد السعدني، وما بين الشائعات دي كلها في النهايه هي عايشه لوحدها سنجل، وكل اللي شاركوها الشائعات اتجوزوا وخلفوا. اما حريه فرغلي فقالت مين ده اللي هيرضى بالعيوب اللي فيا، وده بعد ما اضطرت تشيل الرحم وتفقد الامل في الخلفه، وده كان بعد وفاه خطيبها اللي عاشت معاه قصه حب كبيره جدا ووفاته المفاجاه اثرت فيها قوي وما عرفتش تحب تاني من بعده، لدرجه ان الدكتور قال لها لازم تتجوزي وتلحقي تخلفي خلال 10 سنين عشان حالتك الصحيه صعبه وهنضطر نشيلك الرحم. لكن حريه على مدار العشر سنين دول ما لقتش الراجل اللي يحبها ويتقبل عيوبها، وربنا ما اذنش انها تتجوز قبل ما تتحرم من نعمه الامومه، وقصه حريه بعد ما شالت الرحم اتحولت لقصه مأساويه جدا، مناخيرها اتشوهت نتيجه وقعه صعبه جدا وقعتها من على الحصان، وحاولت تعمل عمليات تصليح كتير للكسر اللي كان في مناخيرها لكن للاسف اثر عليها وعلى شكلها وعلى صوتها، وده اللي خلاها تقول انا مين هيرضى يتجوزني وانا كده.